في أيدٍ أمينة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدي الكرام، أنا محدثكم غسان الشيخ وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دين ودينار. يعد البيع والشراء من أساسيات الحياة بين الناس، ولا يمكن للإنسان أن يستغني عن البيع والشراء، لذلك كان من الواجب على الناس ولا سيما التجار معرفة أحكام البيع والشراء. وقد ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من البيوع المعاصرة، بعضها جائز والبعض الآخر غير جائز. في هذه الحلقة نتناول البيوع المعاصرة، الجائز والمنهي عنها. وضيفنا الليلة فضيلة الدكتور العلامة حسين شحاتة، أستاذ في جامعة الأزهر والخبير في المعاملات المالية المعاصرة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، يعني قبل الحديث عن البيوع المعاصرة، لو تحدثنا بخطوط عريضة عن مفهوم البيع والشروط التي ينبغي أن تتوفر في البيوع أو البيع الصحيح، ومن ثم نتناول البيوع المعاصرة الجائز منها والمنهي عنها شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. البيع مشروع بأدلة من القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالأصل في المعاملات ومنها ما يتعلق بالبيع والشراء، الأصل الحل إلا ما حرم بنص من الكتاب والسنة. ولذلك اجتهد الفقهاء من السلف ومن الخلف في وضع بيان ما هو البيع وما هي أركان البيع وما هي الضوابط الشرعية التي تحكم البيع المطابق لشرع الله، ثم بينوا أنواعا من البيوع المنهي عنها شرعا حتى يعرف المسلم الحلال فيتبعه ويعرف الحرام فيتبعه. فالبيع كلمة عامة تشمل البيع والشراء، فعندما يذكر كلمة البيع يعني بها عملية تجارية بين طرفين، طرف يقدم السلعة وطرف آخر يطلب السلعة ليشتريها. فالبيع تلاقي طرفين، طرف بائع وطرف مشتري، على موضوع معين وهو موضوع البيع. قد يكون موضوع البيع سلعة نافعة مشروعة، وقد يكون خدمة، ويجب أن يتفق الطرفان على صيغة البيع. هناك صيغ مختلفة من البيع، مثل البيع الناجز والبيع الآجل وبيع السلم وبيع الاستصناع. بيوع كثيرة موجودة في كتب الفقه، ولا بد أن يبين الطرفان صيغة البيع، وفي ضوء صيغة البيع هذه يكون البيع ملزما لكلا الطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك ولا يعارض الشريعة الإسلامية. ولذلك قال الفقهاء: أركان البيع أربعة، هي الإيجاب والقبول وموضوع العقد وصيغة العقد. ووضعوا شروطا في كل ركن من هذه الأركان حتى يكون هذا البيع سليما ونافعا لكل الطرفين.
طيب فضيلة الدكتور، أنا لا أريد حقيقة أن أتعرض إلى الشروط بشكل تفصيلي، إنما أود من فضيلتكم الخطوط العريضة. تفضلتم وقلتم أركان عقد البيع أربعة، العاقدان والصيغة أو ثلاثة، والصيغة والمعقود عليه. لو بدأت بالعاقدين، ما هي الشروط العريضة التي ينبغي أن تتوافر فيهما؟ أن تكون لديهم الأهلية الشرعية للتعاقد، فلا بد أن يكون الذي يعرض السلعة والذي يشتريها كامل الأهلية. ولذلك إذا كان قاصرا أو معتوها فليجب أن يحل محله أو يوكل غيره الولي أو الوصي. فأهم شرط في العاقدين الأهلية الشرعية، وفي لغتنا المعاصرة الأهلية القانونية الشرعية. ولذلك أول بند في أي عقد بيع مكتوب نقول اتفق الطرفان مع أهليتهما الشرعية والقانونية على عقد كذا وكذا بالشروط الآتية. جميل. فإذا تبين أن هذه الأهلية الشرعية غير كاملة فسد العقد ولا يصبح العقد نافذا أو نازما. أيضا يعني لو انتقلت إلى موضوع الصيغة، معروف الإيجاب والقبول وتوافقهما واتحادهما. أريد أن أسأل عن موضوع التعليق الصيغة على شرط أو أن تكون مؤقتة، ما المقصود بهذا؟ هناك عقد بات قطعي ثاب لازم لكلا الطرفين غير معلق على شرط، وهناك أنواع أخرى من العقود معلقة على شرط معين. واختلف الفقهاء على مدرستين بخصوص هذا الشرط. فإذا كان في هذا الشرط مفسدة معينة أو مخالفا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية يعتبر هذا الشرط باطلا. أما إذا كان هذا الشرط فيه مصلحة لكلا الطرفين وفيه منفعة ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فهو جائز. فعلى سبيل المثال، إذا اشترط المشتري أن يستلم البضاعة في مكان معين ووافق البائع على هذا وكان في ذلك منفعة فلا حرج، أو إذا اشترط المشتري أن يقوم البائع بتغليف السلعة بكذا وكذا فليس هناك حرج. ولذلك أي شرط لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وفيه منفعة لكلا الطرفين وتراضيا عليه فيعتبر البيع نافذا. أيضا يعني تقولون بأنه من شروط الصيغة ألا يكون تأقيد في العقد، توقيت وتأقيت، ما المقصود بهذا؟ أي عقد له أجل مسمى ومحدد، وإذا نسي الطرفان تحديد الأجل أو الميعاد أو المحدد يطبق العرف، فالقاعدة الشرعية المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومن الأفضل أن تكون العقود البيع والشراء محددة وموضوحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما. ولذلك لتجنب الريبة والشك والخلافات بين الأطراف لا بد أن يكون أجل البيع محددا وموقوتا بمعاد معين تراضيا عليه الطرفان. طيب لو انتقلنا إلى شروط المعقود عليه، أهم الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المعقود عليه. الشرط الأول أن يكون هذا المعقود عليه جائز التعامل عليه، أي فيه منفعة معتبرة شرعا. فعلى سبيل المثال بالنسبة للمسلمين لا يجوز أن يتم عقد البيع على سلعة أو خدمة محرمة في الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال المصارف الإسلامية
لا يجوز أن تتدخل في معاملات بيع وشراء وغيرها تتعلق بالخمور أو لحم الخنزير أو كل ما حرمته الشريعة الإسلامية. كذلك في هذه المسألة أن تكون هنا المنفعة المتعاقد عليها منفعة مشروعة، فعلى سبيل المثال المنفعة المتعلقة بمشاهدة أفلام مخلة للأخلاق ومخلة للقيم والأخلاق لا يجوز، ولذلك يجب أن تكون المنفعة المعقودة عليها مشروعة وتتفق مع القيم والأخلاق والمثل السائدة في المجتمع. وإذا تضمن العقد موضوع العقد شيء محرم أو خدمة محرمة يعتبر العقد باطلا وغير ملزم للأطراف، وفي هذا الأمر يجب على ولي الأمر إن أصر الطرفان على تنفيذ العقد على ولي الأمر أن يتدخل بما له من سلطات ويمنع مثل هذه العقود المحرمة شرعا، وهذه مسؤولية ولي الأمر. طيب فضيل الدكتور، الآن دعني أنتقل إلى نماذج من البيوع المعاصرة، ما يسمى ببيع المساومة وبيع الأمانة أو بيوع الأمانة والبيع الناجز والآجل والبيع بالتقسيط. نريد أن نتكلم عن هذه البيوع، لكن اسمح لي أخذ هذا الاتصال. بشير من ليبيا. بشير، تفضل. بشير، ايوه تفضل اخي. اهلا وسهلا، ممكن سؤال الشيخ؟ تفضل. بدي ختم الشرع في شخص مشترك في باخرة نقل. نعم، باخرة نقل طبعا عالمية، هذه ماهيش عربية ولا إسلامية ولا كذا. طيب. وباخرة النقل بتنقل كل شيء حتى الحاجات المحرمة تنقلها. طيب. شنو يا أخي حكم الشرع في ذلك؟ تسمع الجواب. تنقل حاجات محرمة وغير محرمة. تسمع الجواب أخي بشير، شكرا لكم. فضيل الدكتور، نجيب الأخ بشير حول هذا. نعم. السؤال حقيقة، وأنا أيضا عندي سؤال أيضا من أحد المشاهدين حول يتعلق بنفس الموضوع. يقول أنا أعمل في شركة بتروكيماويات في قسم الإدارة المالية، أرباح الشركة حلال لكنها تودع أموالها في بنوك ربوية، علما بأن الشركة تحاول قدر الإمكان التخلص من هذه الفوائد لتحليل أموالها. والسؤال الثاني يقول أنا ليس لي دور في إيداع الأموال أو أي شيء، ولكنني أقوم فقط بأخذ أرقام الأرباح والفوائد وجميع تفاصيل أموال الشركة وإدخالها في الحاسوب الآلي إلى آخره. السؤال الثاني أو الثالث، بعض المبالغ المالية الخاصة بالشركة تطلب توقيعي على الأوراق للسماح بتحويلها من حساب إلى آخر، علما بأن هذه المبالغ تحتوي بعض الأحيان على فوائد ربوية، ولكنني لا أسأل عن تفاصيلها. لعله مجموعة الأسئلة كلها لها علاقة في هذا الموضوع الذي طرحه الأخ بشير. فضيل الدكتور، يعني أحد الأشخاص عنده بعض الأسهم في باخرة عالمية، هذه الباخرة كما هو معلوم تنقل بضائع وأشياء جائزة وأشياء محرمة، ما حكم المساهمة في هذه الشراء، ربما نسميها الشركة أو غير ذلك، يعني شراء الأسهم فيها والأموال والأرباح التي تأتي من خلال هذه الباخرة؟ والسؤال أيضا الذي طرحه الأخ أنه يعمل في شركة بتروكيماويات نشاطها حلال لكنها تودع بعض أموالها بالفائدة أو قد تستقرض بالفائدة عند ما لا يكون عندها سيولة مالية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال أخينا بشير من ليبيا، هو يمتلك أسهما في باخرة، وهذه الباخرة تنقل سلعا